عامل معه مخزون من التجارب عابق بزخم التاريخ، التاريخ يلي بيختزل حكاية حضارة عاشت من آلاف السنوات وكنيسة بتعود لأوائل عهد المسيحية. مطران البصرة 12 سنة، الحائز على الدكتوراه بالقانون الكنسي، مطران بيروت للطائفة الكلدانية، المطران يوسف توماس هو ضيف حلقة حكاية عمر لليلة عبر شاشة تيلي لوميير. أهلا وسهلا فيك سيدنا. أهلا فيك. بدنا نرجعك لمنطقة اسمها القوش حسب ما أنا بتذكر، هالمنطقة يلي شهدت ولادتك وشهدت مراحل كبيرة وطويلة من عطاءاتك. بدنا تخبرنا عن القوش اللي هي منطقة بعرف إنها كتير مهمة بالنسبة للكنيسة الكلدانية، فيها تاريخ، فيها أثارات، فيها كتير أشياء مهمة بالنسبة للكلدان. بتخبرنا أكثر عن القوش وعن طفولتك بالقوش. شكرا. قبل كل شيء بدي أشكر هيئة التلفزيون تيلي لوميير على هالمناسبة اللي تكرموا بين يعملوها معي في لبنان في موضعي هون، ومهتمين بهالأمور الكنيسة القديمة منذ قدمها، منذ تاريخها، منذ نشأتها. وأنا أتابع كثير برامج تيلي لوميير وتعجبني جدا، وأتمنى قلبيا بأن تزدهر وتحمل كل ما تتمناه الكنيسة المقدسة من فعاليات تيلي لوميير بنقل كلمة الله، بنقل الحضارة المسيحية، الحضارة الإنسانية، خطر تنور حقيقة عقول وقلوب المسيحيين وتعطيهم الأمل الكبير في المستقبل. شكرا لك سيدنا. شكرا. أردت تبدين من القوش، مسقط رأسي، لأن أنا عراقي مولود في القوش. على الخريطة وين بتصير القوش؟ الخريطة القوش تصير حوالي 40 كيلومتر شمال نينوى، شمال الموصل الحالية، قرية مبنية تاريخها 500 سنة قبل المسيح، فيها آثار آشورية قديمة، بحيث كانت مثل كمصيف يطلعون في مزار في زيارة. أدي بعيدة عن نينوى، بما أنه نينوى كانت عاصمة حوالي 40-45 كيلومتر، لأن نينوى هي اليوم هي محاطة بمدينة الموصل العصرية الحاضرة، فكانت مكان يقصدوها ملوك آشور في مناسبة معينة لتقديم القرابين لبعض الآلهة مالتهم المنقورة بعد بالجبلين. القوش تقع على ساحل سفح الجبل. سفح الجبل. وكان في القوش منذ البداية جالية مهمة يهودية منقولة من فلسطين بزمن نبوخذنصر ملك بابل، اللي سباهم لما استولى على القدس ونشر اليهود السبيل، فنشرهم في أنحاء كثيرة من العراق. القسم منهم كانوا موجودين في القوش، بحيث يقولون أنه في زمانة عائلة النبي ناحوم، من نبي ناحوم أحد أنبياء الاثنى عشر الصغار المذكورين في الكتاب المقدس، كان موجود في القوش، وفي القوش لعمل تنبؤات مالته عن المسيح. وحاليا في عندنا مزار في القوش، في عندنا مزار يهودي، بحيث يحفظون حسب التقليد طبيعي يتحفظ قبر النبي ناحوم موجودة. ويهود كانوا يجون إلى الآن، إلى هجرتهم إلى فلسطين، إلى الخمسينيات تقريبا، كان يجون في مواسم معينة سنوية ويجتمعون في القوش ويعملون مراسم من الاحتفالاتهم الدينية اليهودية. وهذا المزار اليهودي، قبر النبي ناحوم، هو
مكرم ومعزز بالأكثر أيضا من المسيحيين والساكنين في، لأن هو نحن نعترف بينه كنبي بالعهد القديم يعني من الإنجيل. نعم، فمنذ البداية أنه نحن نفتكر أنه المسيحية دخلت إلى بين النهرين إلى العراق. الرسول توما الرسول هو مبشر الهند، ففي طريقه بذهابه إلى الهند مر في بين النهرين من الرها اللي كان مركز مهم في وقتها، وتلاميذه أدي وماري هم اللي بشروا المنطقة كلها وأسسوا أول كرسي مسيحي في بابل. وقتها ما كان في كلدان وأشوريين لا لا، وقتها كانوا الجماعة الموجودة كانوا جماعة مختلطة من الأشوريين، لأن الإمبراطورية الأشورية كانت انقرضت، الإمبراطورية البابلية، بس الشعب الأشوري والبابلي كان بعد باقي على المكان. فأيضا كان اختلطوا، كان جو أيضا شعوب أخرى فارسية، كان موجودين الشعب اليهودي. فهذولا نحن نفتكر أنه الأول المبشرين طبيعي كانوا من اليهود، وبعدين من بقية الشعوب الأخرى الوثنية الأشورية والكلدانية البابلية اللي كانوا موجودين على الأرض، بحيث أنه التواريخ أو التقاليد القديمة تذكر أنه حوالي سنة 400 سوالي 400 مسيحية كان في القوش مطران، في القوش يعني كان في مطران، كان في كنيسة، كان في كنيسة، كان في شمامسة، كان في شعب مسيحي، بحيث أنه جالهم فت قديس اللي اليوم نحن نعتبره كشفيع القوش مرميخة، أنه هذا اللي يسمينه. فلمن ما أجا إلى القوش هذا كان مطران، يقولون أنه طلعوا لاستقباله الكهنة والشمامسة والشعب بالتسابيح وبالشموع فبمعنى كان في جماعة مسيحية متمركزة، مو يعني من حديثة يعني بس عندها كهنة كان عندها كل، فمن هذاك الوقت هو اللي أسس أول مدرسة لتعليم التعليم المسيحي، الدروس، القراءة، الكتابة في القوش، ولا زالت هالمدرسة موجودة إلى اليوم، ويسموها في اسم مدرسة مرميخة. مدرسة مرميخة. نعم، إلى الحال. طفولتك بالقوش، عائلتك كيف كنتوا عايشين؟ طفولتي هي طفولة اعتيادية، أنا من عائلة ولدت في القوش، بي من قرية قريبة على القوش من تلسقف 10 كيلومترات 15، وأمي هي من القوش، فنحن ولدنا في القوش. طفولتنا تمركزت كثير، نحن عدنا فد جو مسيحي. القوش يوميا هي حاليا فد نسميها قرية، فد بلدة حوالي 5000 نسمة، كلم كلدان كاثوليك، كلها مسيحية، ما في عندنا غير المسيحية. فنحن ولدنا في محيط مسيحي، في محيط كاثوليكي منذ الصغر، يعني بعد نحن أولاد صغار. عائلتكم ثلاث بنات وثلاث صبيان؟ عائلتنا نعم، نحن بالعائلة ثلاث بنين وثلاث صبيان. منذ البداية نحن ولدنا وكنا دائما نروح على المدرسة، أولا مدرسة الكنيسة اللي كان يعلمونا اللغة الكلدانية والصلوات والتسابيح الكنسية، وبعدين درجنا في المدارس الأخرى اللي كان منشوئة في الضيعة. بس منذ الطفولة نحن تربينا، يوميا كنا نروح على الكنيسة، يوميا على القداس، يوميا على صلاة الفرض صبح والمساء. وأنا كان عندي ميل كثير كبير من البداية للكنيسة والطقوس الكنيسة، ومداوم على الكنيسة على الدوام، فتعلمت اللغة الكلدانية بعد أنا صبي. اللغة الكلدانية لغة قائمة بحد ذاتها، هي قائمة بحد ذاتها. نعم، يعني ما بتشبه أي لغة ثانية، هي اللغة السريانية، يعني احنا نسميها بتسميات مختلفة. اللغة الكلدانية هي اللغة السريانية، في فرق قليل فقط باللفظ وبالكتابة، يسميها السريانية الشرقية تبعنا هي اللغة الكلدانية، وفي السريانية الغربية
تبع اخوتنا السريان الكاثوليك والارثوذكس والموارنة، بس هي اصلا هي اللغه الاراميه المنشقه من اللغه الاراميه بفرعيها، الفرع الشرقي هي والفرع الغربي المستعمل، بينما اللغه اللي يجمعها اثنيناتهم الشرقي والغربي هو الاسترانجيلو. ها الاسترانجيلو هو اللي نفس الحروف ونفس الكاركتير مال الكتابه، كتابه تبعه الموجوده في عندنا النماذج الابان الذي والشيء اسمه الموجوده اللي عندنا هون. ايضا سيدنا باي عمر يعني كان عندك ميل من البدايه للصلاه ولكل الاشياء اللي لها علاقه بالدين، بس باي عمر اكتشفت انه عندك اكثر، بدك تصير كاهن، بدك تكرس حياتك للرب؟ هي واحد ما ينطق يقول انه من الطفوله اللي واحد ياخذ بالدعوه بمعنى الواضح بمعنى العميق الحقيقي. بالبدايه قد يجوز تكون شويه خليط بالعاطفه، خليط بالرموز، خليط بالاشكال، خليط بالتقليد، فكان يعجبني اقلد كثير الطقوس اللي كانت تصير بالكنيسه، الكاهن، القداس، الزياحات، الحفلات، فكنا نجمع انا ورفقاتي ايضا نعملها بالبيت، ايضا قدمنا نعملها، كان عملنا في الكنيسه صغيره بالبيت بها شموع، بها بعض صور الديسين، واحد يلبس له فد شيء يعمل له ايه. فكان في عندي يعني ميل من البدايه للكنيسه وللخدمه بالكنيسه. طبيعي الدعوه بالنسبه لي يعني انا كان في حياتي في النوع من التدبير الالهي بحيث انه وجهني نحو الدعوه الكهنوتيه، بحيث انهيت الدراسه الابتدائيه في ضيعه في القوش، وكان لازم انتمي مثلا الى مدرسه متوسطه واعداديه اللي ما كان موجوده في القوش في زماننا، ما كان موجود، فلازم كنت انتقل الى المدينه الى الموصل او الى مكان اخر. فطبيعي الظروف ما كانت تسمح لي كثير، وشفت بعدين انه جت موانع كثيره ما تمكنت بان اتبع المدرسه الرسميه اسمه، بحيث انه تهيأت لي بالاكثر بحيث انه انخرط في ادخل بالسيمينير، ادخل بالسيمينير ف بعمر 14 سنة تقريبا، يعني بعد نهاية يعني دخولك على السيمينار كان لظروف معينة مش لتفكير واضح بالدعوة وبأنه أنا بدي أصير. كان في تفكير بس يعني الظروف في وقتها ما ساعدت أنه لتكون واضحة أمامي، لكن العقبات اللي جدتي بحيث أنه ما خلت قدامي خيار آخر، فلما شفت الخيار الكهنوتي للسيمينير يعني شفتونه كانه في التدبير الهي بالنسبه لي، بحيث انه خلى عراقيل في قدامي لي حتى اروح في هالطريق. طبيعي بعدين بالسيمينير لما دخلت بالسيمينير والدراسه والارشاد والصلاه بعد السنين انه قامت تتعمق بي اكثر انه تمام هي هاي دعوه اللي انا يعني اتمناها لنفسي واريدها لمستقبلي، و الطريق اللي حقيقة أنه الله تعالى اللي يدعوني هذاك الوقت توضحت إلي بعمق. قد يجوز لو كان رحت في غير طريق أنه ما كنت يعني ما كنت ارتحت، ما كنت ارتحت فعلا يعني ما كنت أشوف أنه هو هذا الطريق وهذا المستقبل اللي يناسبني بالأكثر واللي كنت أتمناه بعد من صغري لماشي بينا. بعد ما خلصت السيمينار رحت على روما لحتى طبعا تكمل دراستك. النقلة من العراق لروما، من هالمجتمع يلي فيه أقلية مسيحية وأغلبية إسلامية لمجتمع كاثوليكي بأغلبيته، النقلة من التقاليد الشرقية للتقاليد الغربية، يعني كيف وصلت على روما؟ على شو فتحت لك عينيك روما؟ بشو اهتميت هونيك غير الدرس؟ يعني بنعرف انك حست على طبعا الليسانس الفلسفي واللاهوت وبعدين دكتوراه بالقانون الكنسي، لكن انا بدي يعني الى جانب الدراسي، على شو فتحت لك عينيك روما؟ في روما طبيعي تحولت من محيط منغلق نوعا ما، مثلا في العراق المحيط طائفي، الكنيسه نحن ننظر انه في محيطنا والاغلبيه الغير المسيحيين الاسلام وغيرهم،
ونفتكر أنه كنا نفتكر أنه طائفة عدنا والمسيحيين عدنا هم الأغلبية، بينما مثلا هذا تتحول هوني شوفين المحيط كله محيط مسيحي. عدا من هذا، المكان اللي رحته إلينه بالدراسة في روما، كلية بروباغندا فيدي، كلية انتشار الإيمان، يعني فتحت لي آفاق جديدة وجدا مهمة وجدا كاثوليكية. لأن في بروباغندا كان في تلاميذ من 54 دولة، من 55 دولة 60 دولة تقريبا، من كل يعني دول من كل العالم المسيحي، وبالأكثر من عالم الإرسالي. كان في شرقيين من كل الطوائف الشرقية أيضا، اللي قبل ما كنتوا مثلا كان أي علاقة، كان في عدنا من لبنان، كان في عدنا من سوريا، من مصر، من الأردن، موارنا، السريان، غير الطوائف الأقباط، غير طوائف أخرى. فصار يعني الآفاق انفتحت، أنه الكنيسة ما منغلقة إلى طائفة أو إلى عدد محدود أو إلى لغة معدودة أو إلى طقس معين، طقس محدود. بينما هوني في الكاثوليكية الكنيسة اللي هي مفتوحة، عدا أنه الشرق والغرب بنفسه أنه مفتوحة على العالم كله، العالم الإرسالي، الأفريقية، كل دول الأفريقية، أستراليا، الهند، الصين، الأمريكا. فكان يعني نعيش كأنه كان عيش في في في, في العالم كله، في جو عالمي مو عالم مغلق. شو أفادك هالجو؟ يعني شو الخبرة اللي أعطاك إياها، أو شو الزوادة اللي أعطاك إياها هالجو؟ أفادني كثير، أنه أعطاني العالمية الكنيسة، الكنيسة أنه ما منغلقة لا على طقس واحد، ولا على بلد واحد، ولا على ثقافة واحدة، ولا على حضارة واحدة، بل هي الشاملة لكل العالم، لكل الحضارات، لكل الطقوس، لكل اللغات، لكل الألوان، لكل الأشياء. فواحد يعني يشوف أنه حقيقة الخلاص اللي أتى بينه المسيح ما هو فقط لجماعة معينة، لجماعة معينة. أحكيكي مثلا كشيء قد يجوز ايضا كفكاهي، نحن القبل اللي كنا مغلقين في 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 القوش مثلا، واللي كنا نتكلم اللغه السريانيه، والمغلقين في هالمحيط اللي كان فيه كثير مثلا علاقه طلعه داخله، كنا نعتبر انه فقط نحن المسيحيين في العالم، نحن المسيحيين في العالم، واللي كل ما من ما يتكلم اللغه السريانيه لغتنا كنا نعتبره انه هذا مسلم، هذا ما مسيحي. فهوني مثلا في روما نفس الشيء، انه يعني ما فقط نحن الكلدان او نحن الشرقيين مثلا مسيحيين بالكنيسه، لا، في مسيحيين العالم كلته، ها، العالم كلته اللي عندهم غير عقليات، العالم القديم اللي على قدمنا نحن مثلا، والعالم الجديد اللي اللي اللي, اللي اللي توا من صار له عشرات السنين مثلا في افريقيا، في الهند، في غير مكانات، اللي وصل لهم الكلام الرب، وصلت لهم البشاره المسيحيه. فهوني الافاق توسعت كثير، توسعت. فالنظره مالتي بعدين طبعت ايضا في حياتي، في حياتي، في عملي، في رسالتي، انه ما بقيت كثير منغلق على على حضارتي فقط، او على طائفتي فقط، او على رعيتي فقط، بس دائما كان عندي نظرة أكثر شمولية، أكثر منفتحة للعالم بالأكثر. وهذا ما كنت مرات كثير ودائما يعني في معاطياتي مع شعبي، بحيث أنه أحاول أن أفتح آفاقهم، نظراتهم، أنه ما فقط لذاتهم بس أيضا للكنيسة كلها، كنيسة الجامعة كلها. سيدنا، ب 21 كانون الأول سنة 60 ارتسمت كاهن. نعم. شو بتتذكر عن هذيك النهار وارتسمت بروما كمان؟ ارتسمت بروما، نعم، أتذكر 21 كانون الأول، وكان اللي رسمني ارتسمته مع 33 واحد، كنا 33 طبعا مش كلدانيين، من كل اللي كنا عم نحكي عنه، كنا 33 واحد من 25 بلد. نحن الكلدان في وقت كنا سوا كنا ثلاث كهنة، بس البقية كانوا من مختلف من 25 دولة، من 25 دولة. كان المثلث الرحمة الكاردينال أغاجينيان، بطرس أغاجينيان، باتريارك الأرمن الكاثوليك، اللي هو كان رئيس مجمع انتشار الإيمان، مجمع بروباغندا في روما، هو اللي كان رسمنا.
طبيعي كان فد عيد يعني كنا قبل 3-4 ايام من عيد الميلاد كمان. اي نعم اي نعم، اربع ايام قبل عيد الميلاد. عادة الرسامات في وقتنا في روما كان يعملوها قبل عيد الميلاد، قبل ما بين عيد السيدة من 8 كانون الأول إلى 20-22، في هالوقت كان دائما كان تصير الرسامات في كليتنا وفي في روما عادة كان تصير. إيه فكنت تشوفين الأهل اللي كان جون يتمكنوا طبيعي، أنا أهلي ما كان طاقي يجوا من العراق، فالبعض منهم كان جو اهلا من امريكا. هل بحس بقلبك انه ما اجوا حضروا اهلك؟ نعم. هل بحس بقلبك انه اهلك ما اجوا حضروا رسيمتك؟ طبيعي يعني شيء عاطفي هو الانسان، يعني ما تمكنتوا اهلي مثلا، بس كان في مثلا التلاميذ اللي كان موجودين، الكهنه الجامعه الجاليه العراقيه اللي كان موجودين في روما، الموظفين اللي كان موجودين بالسفاره العراقيه، يعني كان في هم اللي كانوا مكان الاهل. وثم ثاني يوم الرسامه الدرس الاول كان تكلمنا بالراديو، راديو الفاتيكان، تكلمنا مع الاهل، اعطينا فت مساج مع الاهل، وعملنا الدرس من راديو الفاتيكان، بحيث انه كان اعطيناهم الخبر مسبق، فتمكنوا من مكانهم كلهم اجتمعوا وتمكنوا يسمعوا بالراديو بعد ما كان في تلفزيون بذاك الوقت سنة 61. ما كان في تلفزيون، فيعني صارت فد مشاركة. بس شنو الأهل البقية كانوا كأهلنا طبعا، كانوا كأهلنا بالغربة خصوصا الواحد، فيعني ما كان تأثير كثير، ما كانت مشكلة كبيرة. خلينا نرجع نحكي شوي سيدنا عن الكلدان، يعني مش كتير معروف الكلدان، مش كتار بالعالم، مليون نسمة تقريبا، مش كتير معروف يعني خصوصية الكلدان. شو خصوصية الكنيسة الكلدانية؟ يعني بشو بتتميز عن غيرها؟ الكنيسة الكلدانية هي كنيسة عريقة جدا، عريقة، هي أصولها من رسولية، كنيسة رسولية أصولها مثل ما قلت من تفشير مرتوم الرسول، يعني تعود إلى أوائل العهد المسيحي، إلى أوائل. تسمى الكنيسة، هلا نسميها الكنيسة الكلدانية والكنيسة الآشورية، كلدو آشورية، بس القبل كانت تسمى كنيسة المشرق. كنيسة المشرق تسميتها لأن هي خصوصيتها كنيسة شاملة، يعني ما متوقفة على شعب فقط واحد، يعني ما فقط هي متكونة من الشعب الكلداني والآشوري اللي كانوا موجودين في شو اسمه، في أيضا من الفورس، في أيضا من العرب، في أيضا من الأتراك، في أيضا من الهنود، من الصين، لأن يعني تميزت بإرسالية كبيرة وقوية وجدا غيورة في بالأكثر في الأجيال الوسطى، بالجيل الخامس، بالجيل السادس، بالجيل السابع، يعني كانوا يروحوا من ما بين النهرين ويبشروا، من بين النهرين، بحيث أنه توسعوا، كان هم الأول مبشرين في الهند وفي الصين وفي اليابان. التبشير الصين واليابان ما هو ينتمي إلى الأجيال الوسطى، يعني 1500 و1600 لما راحوا المرسلين اليسوعيين، لا، القبل بأجيال وبأجيال من العصور الوغى، يعني ما قبل الألف، بحيث أنه المغول كلهم كنت بشرهم الرهبان الكلدان اللي كان. الكنيسة كانت في الأوقات العصور ما قبل الألف، الجيل السابع والجيل الثامن، كان تقريبا أكبر كنيسة في الشرق، كان حوالي 300 مطرانية، كان عندها 300 مطرانية، حوالي 30 رئاسة إسقفية منتشرة، كانت يعني تعد بالملايين. وشو اللي خليها تتراجع؟ التراجع يعزى إلى أسباب كثيرة، منها اللي صار المد الإسلامي الكبير والحروب المتواصلة والمتواترة والاضطهادات اللي كابدتها الكنيسة، وصعوبة المواصلات اللي كانت ما كانت موجودة متوفرة في هذاك الزمان، ف وبعدين الحروب
ما بين الفرس ما بين العرب بعدين والبيزنطية، سقوط الدولة البيزنطية بحيث أضعف أيضا الوجود المسيحي في بين النهرين وفي شرق دجلة وفرات، انقلاب بعد سقوط بيزنطية، انقلاب المغول على المسيحية وتقهقرهم وتقبلهم الإسلام، فجعل أيضا الكنيسة تتراجع وتتخلى عن المناطق البعيدة وتبقى في ضمن محيطها الأصلي بين النهرين، بين النهرين ما بين دجلة والفرات. وبالأكثر في مجيء العثمانيين الأتراك، والتاريخ هذا يشهد علينا، اللي كانت اضطهادات جدا جدا قاسية ضد المسيحيين، فهذا جعل أيضا كثير من المسيحيين بأن يتخلون عن الديانة المسيحية ويعتنقوا الديانة الإسلامية. ثم أيضا المضايقات اللي كانت تسير، التفرقة اللي كانت تسير دائما ما بين المسيحي وبين المسلم منذ مجيء الإسلام، فجعل كثير الإسلام، كثير من العفو المسيحيين يعتنقوا الإسلام. بس سيدنا لافت هلأ أنه الكلدانيين عندهم انتشار، يمكن عددهم مش كبير بس منتشرين بعدة دول، هل في سبب مثلا موجودين بلبنان، موجودين بسوريا، موجودين بدول أوروبية، دول غربية، ليش يعني شو سبب الهجرة فينا نقول، أو سبب بعدهم عن المنطقة الأساسية لألون؟ نعم، تاخذين دائما السبب الأولي، سواء بهجرة الكلدان من بين النهرين، وايضا بنوع عمومي هجره كثير من الدول، من المسيحيين من الدول الشرق، من الشرق، من دول، هي الاضطهادات اللي جت براس المسيحيين من زمن العثمانيين، الاضطهادات المهوله الرهيبه للدوله العثمانيه اللي شنتها ضد المسيحيين من نهايه الجيل الماضي وبدايه الجيل الحاضر، وبالأكثر أثناء الحرب العالمية الأولى وللكلدان وللآشوريين وللأرمن ولغيرهم، للجماعات جماعات، فكثيرين منهم تركوا البلدان مالتهم، فالكلدان اللي تركوا بين النهرين، فإجوا احتموا بعض منهم في سوريا بالبداية، بعدين مثلا جو هوني إلى لبنان. من هذاك الوقت صارت بدت الهجرة. خلينا نحكي شوي عن لبنان ووجود الكلدانيين بلبنان، لأي متى بيعود تاريخ وجودهم بلبنان؟ التاريخ وجود قد يجوز، يعني كان في علاقات قديمة، بس تاريخ وجودهم بالأكثر كرعية كطائفة، الهجرة اللي صارت في نهاية الجيل الماضي، يعني بنهاية 1800، الاضطهادات، المضايقات، الحروب اللي كان تسير على المسيحيين، فكان يجون هوني ينتمون الى لبنان، لان لبنان كان معتبر كبلد مسيحي، الاغلبيه يحتمون تحت نظارتهم، تحت حمايتهم، تحت، فكان يجون اللي كان يصلن هوني. فلما كان يجون هوني طبيعي ما كان في حدا يعني يتبناهم من ابناء الطائفه، ما كان في مثلا كهنه، ما كان في رعيه، حدا يهتم بشؤونهم، فاغلبيه مالتهم كان ينتمون الى طائفه معينه، الى يعملوا موارنه، يعملوا سريان او الى الغير، وبعدين كان ينصهرون في هالطوائف، ينصهرون فيها، الى ان سنه 1895 تكونت اول رعيه هون في يعني حوالي 100 سنة فينا نقول وجودهم كطائفة كرعية. فمن هذاك الوقت وإلى اليوم صارت دائما يعني للكلدان في من يرعاهم، من الكهنة الكلدان الرعية اللي كانت موجودة. ومن أي متى في مطران للكلدان؟ رعية الكلدان اللي صارت كانت تابعة إلى أبرشية حلب، لأن يعني في حلب في سوريا عدد الكلدان بطبيعة الحال أكثر، هو فالرعية الكلدان هون كانت تابعة إلى أبرشية حلب إلى سنة 1958. من سنة 1958 صار في مطرانية بلبنان، صارت أبرشية
مستقلة وإلى اليوم هي أبرشية لحالة. بما أنه وصلنا على الأبرشية بدنا نحكي عن أبرشية البصرة يلي طبعا اخترت بالأول مطران ورحت على البصرة بالتحديد بخمس شباط سنة 1984. بال84 سيدنا كانت الحرب بين العراق وإيران بلشت، كان لها 3-4 سنين والعاني. أي نعم. ونحن يعني سمعنا كثير طبعا أخبار، وأخبار الجبهات أكثر شيء، شو كان عم بيصير ومين كان عم بيحقق انتصار على مين، ولكن الناس من جوا يعني العراقيين العاديين يلي كل يوم عم بيعيشوا حياتهم اليومية، كيف عاشوا هالحرب، والكلدين كمان كيف عاشوا هالحرب؟ أنا أتذكر من يوم اللي رحت إلى البصرة أنا ارتسمت 5 شهر الشباط 84، ورحت إلى البصرة يوم الجمعة كان 10 شباط. فاليوم اللي وصلت إلى البصرة كانت عشية عصر، فصارت حفلة تنصيب وجماعة موجودة. فبعد ما انتهينا من التنصيب جالي تليفون من مدير الأمن تبع البصرة، كان صديقي بعد منه كان في الموصل، خبرني قال لي سيدنا انتبه راح يصير قصف مكثف على البصرة. قصف مكثف يعني بأول ساعة، أول يوم، يعني أول يوم فعلا. بقينا هذيك الليلة، ثاني يوم من الصبح من الساعة 6 الصبح بدأ القصف على البصرة، على البصرة اللي يعني يوم يومين ثلاثة قصف متواصل وعشوائي، ما بيميز شيء، ما بيغير، بيقع في كل مكانات البيوت، مستشفى، كنيسة، جامع، شعب، أبد بدون تعيين، عشوائي القلوب. بعدين وصارت بعدين كل فترة كل أيام حرب، بيجينا يعني قصف على مدينة، لأن مدينة البصرة هي المدينة الأكثر قريبة على الحدود، عن الحدود يعني تبعد لفد 10 كيلومترات 15 كيلومتر عن الحدود الإيرانية. فطبيعي حالتها من قبل كانت موجودة، بس من هذاك الوقت ظاهر كثف أكثر القصف والتعدي على مدينة البصرة. طبيعي كان مكتظة بصرة بجيش الريح وجاي على طول، وكمان مدينة يعني مدينة لها تاريخ، البصرة فيها كتير ناس. اي نعم، تاريخ بصرة يعني عندها حوالي 1000، معقول حوالي مليون نسمة، بس عدد المسيحيين في البصرة كان قليل، حوالي يعني 10,000 نسمة 12,000 نسمة. ومش كلهم كلدان؟ لا مش كلهم كلدان، الكلدان كان حوالي 10,000، كان في حوالي 5,000-6,000 من بقية الطوائف الأخرى. إذا في بصرة كان تقريبا من كل الطوائف موجودة، بس الأغلبية طبيعي مثل ما في العراق هي الأغلبية الكلدان، أيضا في البصرة الأغلبية، وكنت أنا المطران الوحيد اللي كل الطوائف كلهم كانوا طبيعي ينتمون يعني، وفي كنيسة كلهم مشمولين برعايتك يعني، وكنا نحن حقيقة نرعاهم، كنت أنا أرعى يعني كل الشعب المسيحي الموجود من دون أن أعمل أي تفريق لا بين الكلدان ولا بين الطوائف، لا الكاثوليكية ولا غير الكاثوليكية، الأرثوذكسية وغير الطوائف الأخرى، وأيضا الإسلام بالأكثر في تقديم المساعدات والعون. والمطرانية تبعنا هون هذاك الوقت عملتوها مثل يعني مأوى، مثل بيت، طبعا بظروف الحرب المساعده بتصير يعني ضروره، ما بيعود نعم واحد بوقت المساعده كنا بالاكثر نقدمها للجنود للجنود اللي كانوا يجون من الشمال، كانوا يجون بعيدين من اهلهم، يجون هونك بعدين ما يطيقون يطلعون مثلا بفرصه اذا عندهم اجازه بيدو، ما بيقدروا يوصلوا على بيوتهم، ما بيكفي يروح الى الشمال ويجي، فكان يبقون عندنا ياكلون يشربون يستحمون يعملون، وبعدين يروحون على الجبهة. ثم كان يجون عندنا خاطر التلفونات كلها تخليتوها تحت تصرفهم، يطيقون يتصلون مع أهاليهم يطمئنوهم أنهم بعدهم أحياء، أنه لا يبقى فكرهم بيه مشغول. وطبيعي كنا نجمع كل المواد اللي كنا نطيق نقدمها للجنود، نساعدهم بالثياب بالأكل بالمصاري بالأشياء، خاطر يكونوا شوية فرحانين، ونزور
المرضى الجنود الجرحى بالأكثر، يعني الجرحى على الجبهة. المستشفيات تقريبا أغلبية المستشفيات اللي كان موجودة في المدينة كان كلها مفرغة فقط لجنود الجرحى اللي كان يجيبوهم من الجبهة أولا حالا، فكنا نزور الجرحى الموجودين ونساعدهم بقدر الإمكان أو نخبر أهاليهم أنه ابنكم مثلا مجروح كانت يجون عليه انه ياخذونه او يزورونه او يعني نقدم المساعده. يعني فينا نقول الفتره الاولى من كونك مطران من فتره ولايتك اذا بدنا نقول كمطران انطبعت كثير بحرب العراق مع ايران. جيت يعني من كنت كاهن قبل في القوش في مسقط راسي، كنت 18 سنه خادم رعيه في القوش، يعني ما كان عندي هالمشاكل الحرب، مشاكل الجماعة، مشاكل السياسة، مشاكل هالمجتمع. كنت تضطر أيام تشتغل سياسة؟ يعني أيام كثيرة نحن عشنا، يعني الله نجانا من الموت، يعني كنا في خطر الموت حقيقة. نفهمك بما أنه نحن يعني ما قلنا زمان خالصين مثل ما عانيتم هوني في لبنان، نفس الشيء يعني بالأكثر يقلكي بالأكثر بصرة، يعني بصر كانت المدينه اللي اكثر من لانها قريبه على الشعب مثلا على المعيشه على المصرف على شيء. ما كان في بعد ذاك الوقت مشكله لان يعني العراق بعد كان الحمد لله على كله كان 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 بخير، فقط الصعوبه كانت على جبهه الحرب اللي كانت جبهه طويله حوالي اكثر من 1000 كيلومتر على طول العراق من الشمال الى الجنوب اللي الحدود طول الحدود مع طول الحدود متاخمه مع مع ايران، وهي يعني المدة طولت سنين، يعني من بداية الحرب من 80 تقريبا إلى 88 إلى نهاية الحرب، ونهايتها أنه صار القصف كثير وهجوم هجوم كثير، بحيث أنه البصرة كان أنه تسقط بأيدي الإيرانيين، فالمدينة كلها تفرغت من سكانها، ونحن أيضا حاولنا بأن نفرغ نشيل كل الأشياء المهمة من الكنيسة ونهرب إلى بغداد لمدة أسبوع أسبوعين على ما هدت الحالة، بعدين بدأوا الناس يرجعون إلى مساكنهم، ونحن أيضا رجعنا من جديد إلى بس ما لحقتوا ترتاحوا، يعني خلصت الحرب 88 89 كان عنا اجتياح العراق للكويت سنة 90، يعني بتصور ما بعرف كيف عشتوا الاجتياح وكيف عشتوا القصف والغارات اللي صارت بعدين بعاصفة الصحراء مثل ما سموها، وهل كانت مؤلمة قد الحرب العراق مع كان يعني مأساة بعد أكبر من الحرب الإيرانية، لأن بالحرب الإيرانية نوعا ما مثلا كان يصير مرات إلى البصرة مرات على مناطق أخرى، فكان يصير النوع من الاستغاثة على التبادل بينما هون كانت أكثر مكثفة على البصرة لأن هي هم قريبة على إيران وهم قريبة على إيران، فأول ضربة كانت على البصرة وضربوا قطعوا كل الخطوط الاتصال ما بين البصرة وبقية البلد وخطوط المواصلات الجسور الطرق الأشياء، فالشعب بقى في البصرة ما تمكن انه يعني يغادرها لانه يخلون المدينه، فكان صعوبه كثيره ايضا بالاكل ايضا بالشرب ايضا بالماء ايضا بالقطع الكهرباء قطع المواصلات، يعني كانت حياه جدا جدا صعبه وخوف جدا كبير على حياته. طبيعي رحلنا يعني ضحايا ايضا كثير لا باس منا، ضحايا راحت سواء من الجنود وسواء من الاهالي ايضا. سيدنا عندك فكرة عن يعني النظرة الغربية أو إذا بدك الإعلام الغربي اللي هو مصدر الإعلام بكل دول العالم، عندك فكرة عن الصورة اللي كان يعطيها عن الحرب؟ يعني وهل هي كتير بتختلف عن صورة الواقع يلي كان موجود هونيك؟ تأكدي أنه الإعلام كان جدا جدا منحاز نحو الغرب ونحو اللي كانوا هم اللي أرادوها بين يشنوها هالحرب ضد طبيعي نحن ما ندخل بتفاصيل السياسية لا نحن بهمنا معاناة الناس، يعني بس لمعاناة الشعب يعني كان معاناة يعني جدا قاسية وجدا ظالمة بحق الشعب البريء أكثر ممن وصف أكثر ممن أكثر من القضايا اللي قد يجوز كان يطيقون يحلوها كم مرة قداسة البابا أعطى أعلان
طلب سنجد بالدول العظمى بانه هالحرب لا تعملوها لان ما بها فائده، يعني المآسي مالتها اكثر بكثير من الحلول، لانه ما تنحل بالحرب والا يعني عملوها. فطبيعي العراق من هذاك الوقت وقبل الحرب اللي كان فرضوا علينا الحصار الاقتصادي، ولهلا هاي 8 سنين بعد الحرب لا زال الشعب العراقي البريء انه يعاني بدرجه غير واحد ما يمكن ان يوصفها حقيقه لو ما يعيشها. سيدنا بدنا يعني الحرب ممكن الواحد يفهم قد ايه كانت مؤلمه، ولكن في الحظر الاقتصادي اللي هلا عم ينحكى عنه، خبرنا عن هالحظر، كيف عاشوا الناس؟ ايه كيعيشوا يعني معاناه، يعني ممكن الحرب حدا ما طالته، يمكن ضل حي او ما خسر شيء، بطريقه جدا ماساويه جدا بس مأساوية. الحصار طال كل الناس بحيث انه أغلبية الشعب يعني يعيش الحركة العمل، حركة البناء، حركة الإعمار، حركة الإنتاج كلها واقفة في البلد والغلاء فاحش جدا، والمواد ناقصة، المواد بالأكثر المواد الأساسية، المواد الغذائية والأدوية يمكن والمستشفيات الأدوية والطبابة، بحيث أنه ما في قد يجوز لهلا يعني ما نسمع انه واحد مائت من الجوع، لان قد يجوز يعيش على الخبز، يعيش على الاشياء البسيطه، لان في العراق في كمان شويه زراعه يمكن شويه يعيش، بس من النقصان الادويه، من قله الادويه ونقصان الادويه، في كثيرين بيموتوا، يعني شهريا يمكن 4000 5000 طفل كيموتون، لان ما في عندهم لا غذاء لا حليب لا دواء، ها، بحيث انه ينقذهم من الموت. فمن نقصان الدواء في كثيرين بيموتوا حقيقه. تصوري انه بيعملوا عمليه لواحد، ها، ما في تقدير، ما في بدون بنج الخيوط مثلا العمليه، فالطبيب يعملها على 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 الحي، وهذا الشيء يعني جدا جدا مؤلم وجدا يعني مخطر لحياتهم، بحيث انه تنقص المواد البسيطه جدا بسيطه من الادويه، الحبوب لوجع الراس او حبوب بسيطه، يعني ابسط الادويه ما موجوده، اذا هي موجوده بالسوق السوداء فغاليه ثمنها كثير جدا غاليه، بينما المحصول الشعب محصول جدا قليل، الوظيفه الموظف لا زال بعد على الراتب اللي كان موجود او بالبدايه. تصوري انه قبل القيمه الوطنيه، هلا القيمه النقد الوطني العمله الوطنيه متدهوره بدرجه كثيره، يعني اكثر من الليره الايطاليه، من الليره عفوا الليره اللبنانيه. قبل الدينار العراقي كان يوازي 3 دولارات، الدينار الواحد كان يوازي 3 دولارات، هلا الدولار الواحد يوازي 1500 دينار. وين كنا وين صرنا؟ والراتب اللي يستلمه الموظف الاعتيادي 4000 5000 دينار، فيعني ما في امكانيه انه يعيش فيه، بحيث انه ما يطيق، يعني في حاله جدا ماساويه من طرف المعيشه ومن طرف الطبابه الادويه. عدم من هذا كل نتائج الحرب اللي تظهر هلا، فعدم الاستقرار، القتل، السكر، النتائج النفسية والاجتماعية للحرب، الاجتماعية، الأشياء كثيرة اللي ما كان موجودة، سرقات، ها، فالناس جائعين، ها، جائعين، فيعملون كل أنواع الإجرامات خاطر يطيقون يعيشون أو يطيقون يمشون حياتهم. ان شاء الله هلا النفط مقابل الغذاء يمشي ويتحلحل القصص. نأمل هذا، هم هذا دعايه علينا كثير، يعني ما مضبوطه، ما تمام هي. بيقولوا انه النفط مقابل الغذاء، وانه سامحين للعراق ببيع 2000 يعني مليارين دولار كل 6 شهور، بينما الحقيقه ما هي هكذا، لان من المليارين مليار واحد كلته كيروح بيعطوا شو يسموها
يعني تسديد ديون العراق اللي اكو علينا سواء من الكويت سواء من الامم المتحده ثمن الحرب لها ثمن الحرب دفع ثمن ضريبه الحرب اللي ياخذوا مثلا كل هذول الموظفين من الامم المتحده اللي كيشتغلون بالعراق واللي كل رواتب ياخذوها من هذا واللي يعطون كم قسم منها للاكراد فالشيء اللي يبقى للعراق يبقى مليار واحد واقل من مليار واحد بده يكفي كل الشعب هذا واحد ثانيا صارت حوالي اكثر من 6 شهور اكثر من 8 شهور النفط العراقي بيروح بيبيعونه والعراق ما بيستلم ولا شيء هلا بدا يستلم اول وجبات هلا بدا يستلمها وبعد يعني على الشعب لي هلا بعد ما كان وزع ولا شيء مع انه تقريبا هاي سنه مضيت على هالاكورد النفط مقابل ولي هلا بعد الشعب العراقي ما كان استلم ولا شيء ما كان سلم ولا شيء فهل نأمل نأمل على هذا والدعايه انه يحتضرون انه العراق انه سنويا كياخذ مليارين او 4 مليارات هلا شو ما كان بالنهايه الشعب ما ذنبه بالنهايه الطفل يلي عم بيموت بلا دواء ما ذنبه بحروب الكبار اذا بدنا نقول هذا كي سببنا كثير يعني يعني اوجاع الام كثيره ايضا للكنيسه ايضا للمسيحيين بحيث انه الكثيرين كيهاجرون بالاكثر الشباب اللي بدهم يهربوا من هالوضع مثلا على هالحرب ورا حرب وهالحصار وما في فد امل مثلا قريب انه ينرفع عنهم الحصار فبينظروا الى مستقبل ما في عندهم مستقبل طبعا نحن نفهم الموضوع ما في عمل ما في شغل ما في فبيحاولوا بيطلعوا برا بيهاجروا الى برا وين ما واذا هجروا ما بيرجعوا ما بيطيقوا بعدين يرجعوا ما بيطيقوا بعدين طبعا زيت المشكله اللي عم بيعاني منها لبنان كنتيجه كمان للحرب ولكل الاشياء اللي عاشة بدنا نترك شوي هلا العراق ونرجع نوصل على لبنان صار لك حوالي 2 سنين بلبنان كيف باي عقليه او باي صوره كنت حاططها عن لبنان براسك جيت على لبنان وهل لقيتها مختلفه عن يلي كنت انت مفكره لا حقيقه لان لبنان انا يعني كان صار عندي غير مناسبات يعني ريع جاي على لبنان ثم لبنان نحن مطلعين القارين عنه ماخذين عاطين في عندنا كان عندنا اصدقاء كثيرين وحاضر بعض المؤتمرات اللي كان صارت هون في لبنان فطبيعي يختلف هون سواء المحيط سواء العقليه سواء تختلف عنا بالنسبه لنا العراق لان يعني نحن في العراق اقليه ما بين اغلبيه مسلمه يعني نحن الكلدان وكل المسيحيين الموجودين بالعراق يعني بالكاد نطلع فد مليون مسيحي بالنسبه ل 18 مليون مسلم فتختلف هاو فنحن نعتبر لبنان انه بلد مسيحي وفي عنده حضاره في عنده يعني كمركز بالنسبه لنا للشرق الاوسط كلته نحن ننظر الى لبنان كمركز مسيحي مهم يمكن بين نستقي منه ونتعاون معانه و هو بالعكس هو انه يعاوننا ويساعدنا في وكنت اعرف انه الكنيسه هون في لبنان وحقيقه يعني كنيسه منتظمه وكنيسه حيه وكنيسه في عندها كل المسمات بحيث انه يمكن يكون مستقبل كبير وامل كبير للمسيحيه بنوع عمومي ما فقط للبنان لكن ايضا للمسيحيه بنوع عمومي بالنسبة لي كفكرة مالتي أنه للشرق كلتها يمكن عاشت سنين أيضا عاشت معاناة الحرب معاناة التفرقات معاناة الظروف السياسية اللي مرت بها فحاولت بأن تكون تنظم ذاتها وتفتكر في ذاتها ودبر أمورها بس افتكر يعني صار الوقت هلا انه تفتكر في غيره كمان يكون عندها ايضا هم مسيحيي الشرق ارساليه روح ارساليه ما فقط انه للجاليات اللبنانيه الموجوده خارج طبيعي هذا بالدرجه الاولى لازم اللبنانيين الموجودين في بلاد البلاد برا لازم تخدمهم بس ايضا للكنائس الاخرى للبلدان الاخرى الشرق الاوسطيه بحيث انه كنيسه لبنان حقيقة نطيق أنه تساعدهم كيف برأيك سيدنا فيها كنيسة لبنان تساعد هالكنائس الأخرى؟ يعني تساعد نوعا ما يمكن هلا بلشت تساعد هلا بلشت تساعد حي
بحيث أنه هي بهالمؤتمرات لكثير، فكتدعو دائما كل الكنائس الموجودة ببلدان الشرق الأوسط، كتعطي لهم أهمية، كتعطي لهم تريد حضور مالته، كيروحون وفود كثيرة من لبنان، الخوارنا، الرهبان، الراهبات، أشياء يروحون يزورون مثلا، يفترون إلى الكنائس الموجودة في سوريا، في يعني العراق، هي المساعدة معنوية أكثر من هل 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 نوع التبادل، المشاركة، التعارف، ها هل نبدي بهالتعارف الموجود بيناتنا، هل فأنه نأمل أنه في المستقبل أيضا الصين مثلا أيضا كرسل أيضا يساعدونا، لأن نحن الحقيقة أقلية ومحتاجين أنه مثلا أيضا ككوادر متعلمة، كوادر متخصصة، كوادر قادرة، بحيث أنه يمكننا بأن أنه تساعدنا في أيضا عمل نهضة مسيحية، نهضة ليتورجية، نهضة للكنيسة بالعموم أيضا في بلاد الشرق. فنحن نتكل على أخوتنا اللي هم أكثر يعني قادرين وأكثر منظمين من عندنا. ان شاء الله طبعا هالتعاون هيك مثل ما وصفته ان شاء الله بيصير باقرب وقت. خلينا نرجع شوي على كنيسه لبنان الكلدانيه، بما انك فينا نقول مطران جديد، يعني سنتين مش فتره زمنيه كثير. نعم. كثير طويله، سنه ونص اكثر تقريبا. شو بتحب هيك الكلمه يلي بتحب توجهها للكلدان ابناء الرعيه يلي مثلا ما بعرف قد ايه عندهم ارتباط بالمطرانيه؟ هذا طبيعي، مناسبة جدا جيدة ومؤاتية، بحيث أتمكن حقيقة بأن أوجه كلامي مباشرة إلى أبناء رعيتي الكلدانية الموجودين في بيروت، موجودين في كل لبنان، أنه من البداية نحن جيتوا قلت لهم أنا جيت لخدمتكم، جيت خاطر أكون أخ معاكم، خاطر أكون راعي لكم. فالطبيعي في كل رغبة الراعي أنه رعية مالته تجتمع، رعية مالته تكون متكاتفة، تكون متعاونة، تكون حوالينه، بحيث هو يفرح بها وهي تفرحه، هو يعرفها وهي تعرفه. فنحن نقلم أنه في عدكم اليوم مطرانية، في عدكم كنيسة جميلة في الحازمية، الكنيسة والمطرانية والمطران والكاهن الموجود مع المطران النائب العام مونسنيور ميشيل قسارتشي وكل الجماعة القائمين في الكنيسة، أنه كل قلوبنا مفتوحة، وريد أبناء بين يجون بين يجتمعون معنا بين يتعاونون معنا، نحن جينا خاطر نتعارف عليهم، نخدمهم، نقوم في كل ما هم بحاجة بقدر ما ممكن، ونحب يعني يتفهموا أمورنا، أنه نحن نبذل الغالي والرخيص في خدمتهم، في تقديم كل ما في إمكانيتنا، بحيث أنه نحن نساعدهم سواء على الصعيد الروحي وعلى الصعيد الطقسي وعلى الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد المساعدات اللي ممكن بأن نقوم. حسيتك عم تحكي هيك بحرقة يعني حابب كثير انه هالشيء يصير، عم تحكي بانفعال. طبيعي، لو نحن لو ما نخدمه ما عندنا مكان هون، نحن نريد يكون عندهم ثقة بينا، يكون عندهم محبة لنا، يكون عندهم تقبل إلينا، يجونا بدون خوف، هذا بيتهم، هذا كنيستهم، ها هذا كنيستهم، نحن خدام هون، نحن اليوم هون يمكن بكره ما هون، بس هم هاي كنيستهم، فنريد يكونوا دائما حاضرين بالقداس، حاضرين بالكنيسة، بالمناسبات، يسمعون صوتنا، يجون يتبحثون، يسألون عن الطائفة، يسألون عن أخبارها، يسألون، ونحن أيضا مستعدين، أريد أنا أزورهم كلهم، كل واحد منهم بيت بيت أزورهم منهم، بس بعد ما أعرف لا عناوينهم لا بيوتهم. وأنا هل عندك إحساس أنه الكلدانيين بلبنان بعاد شوي صاروا عن كنيستهم؟ يعني لما جيت وحسيته كثير أنه بعاد، فأريد يعني كل هن نحن كل أنا والأسسنا المجلس الأعلى للطائفة، أسسنا رابطة الشبيبة الكلدانية اللي بعد يومين راح يعملون حفلة سنوية، أسسنا الجمعية الخيرية الكلدانية لمساعدة كل الفقراء، كل المهاجرين، كل الجايين عليها، فنريد أنه يشعرون أنه أكو جماعة يفتكرون في كل جماعة، في كل أبناء الطائفة، ويريدون يخدموهم من كل قلبنا، نريد نخدمهم بكل إمكانياتنا، طبيعي حسب إمكانياتهم يتفهمون أيضا إمكانياتنا، ما عندنا هذيك الإمكانيات الكبيرة، بس الشيء اللي عندنا
نحب دائما يمكن هي هيك اللفة والجمعة من جديد شغل كتير مهم بغض النظر يمكن عن المساعدات المادية إذا بدنا نحكي يعني في كل سواء مثل ما قلتوكي سواء مساعدات روحية سواء إنسانية سواء اجتماعية وأيضا مادية نحن نحاول أيضا مادية نقدم علم فنحن نحاول بأن ما نقصر يعني بكل ضمير وبكل غيرة وبكل محبة وبكل واجبه هذا علينا يعني نحن ما نحمل المنية مثل ما نقول نحن على أحد بالعكس هذا واجبنا بأن نحن نخدم أولادنا نخدم أبناء رعيتنا أبناء شعبنا بكل ما الله يعطينا القوة والله يعطينا النور ويعطينا المساعدة لخطر نمشي في هذا الطريق. سيدنا قبل ما نختم هالحديث شو الكلمة هيك أو الشغلة اللي بتحب تقولها وما سمحت لنا أو بتحب تحكيها وأنا ما سألتك عنها؟ هل في شي موضوع معين بتحب أنك تحكي عنه ونحن ما حكينا فيه خلال هالحلقة؟ لا فعلا أنا الشيء اللي أتمناه هون في لبنان أنا أول ما وصلت إلى لبنان قلت أنه حسبت نفسي أنه من الآن أنا صرت لبناني لأن أنا أحب في توجيهي في برنامج حياتي أنه الكاهن المطران أنه لما يكون في يتعين في مكان واحد لازم يحسب نفسه من أهل هذاك البلد تيطيق يشتغل تمام يشتغل من كل قلبه من كل حماسه ومن كل غيرته وبكل ضمير مستقيم فأنا أشتغل هون كلبناني يعني ما فقط لطائفتي الكلدانية ما فقط لطائفة الكلدانية بس أشتغل لكل ما اللبنان اللي هو بحاجة إلينه ولكل ما اللبنان بيطلبه مني حقيقة سواء على الصعيد الكنسي وعلى الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الوطني أيضا وعلى الصعيد الوطني أيضا فأنا أعلن يعني بكل تواضع استعدادي بأن أكون متكاتف بأن أكون متعاون بأن أكون مستعد لكل ما يطلبه المجتمع اللبناني مني بأي شيء يمكنني بأن أنا أساهم بينه وهذا أيضا ما أنا أبثه في قلوب في نفوس جماعتي الكلدانية الموجودة هون وهذا اللي أنا أشوفه حقيقة موجود بهم يعني كلهم مستعدين بأن يعتبروا نفسهم كلبنانيين أصليين هوني يشتغلون هوني ويعملون بكل ما يطلبوا لبنان مثل ما قلت أنا على كل الأصعدة بكل إخلاص وبكل استعداد وبكل بكل قلب حقيقة بكل سماح اللي موجود بدنا نختم هالحديث بصلاة كلدانية باللغة الكلدانية الصلاة الكلدانية هي هالصلاة لأبانا الذي اللي هي أيضا هي بالسريانية طبيعي أنا أقولها باللفظ الشرقي باللفظ الشرقي اللي تبعنا واللي كثيرين راح يفتهمون اللي هي بال يلا بنسمعها سوا آون دو شمية نتقداش شماخ تيثي ملكوثاخ نيوي صويانا خيكنا دو شمية برا هولا اللحمة سمقان يومانا وشقلان حوبين وحطاهين أي كنا ذابحنان شقلان حياوين لا تعلى نسيونا ألا بصة من بيشة من طول ذي لاخي ملكوثة هاي لو تجبحت العالم علمين آمين هالصلاة أنا أقدمها على نية لبنان بكل طوائفه وبكل أديانه وبكل اتجاهاته خاطر تتحقق بينه حقيقة العيش المشترك الحقيقي والسلام والحرية والديمقراطية والإعمار اللي كي يمشي في طريقه لبنان وتتحقق في لبنان ما حمله الأمل الكبير اللي حمله أداسة البابا في زيارته للبنان اللي كان زيارة تاريخية ومبادرة جدا عزيزة على قلب كل اللبنانيين المسيحيين وغير المسيحيين الإسلام وغير من كل الجهات وأتمنى بأن هالأمل حقيقة يعطي ثمار حقيقية مثل ما يطلب منا الإرشاد الرسولي بحيث أنه نعيشه ونطبقه في حياتنا المسيحية ويكون مستقبل زاهر للبنان ومن لبنان للشرق بأغلبيته بكليته شكرا لك سيدنا نحن بنشكرك على الوقت اللي أعطيتنا إياه وعلى هالحديث
شكرا للأصدقاء المشاهدين يلي تابعوا اللقاء. أكيد موعدنا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من حكاية عمر بنفس الموعد. ترقبونا.